اتهامات أمريكية للصين بتشجيع جماعة الحوثي على مهاجمة السفن في البحر الأحمر، ما القصة؟ تابع ببساطة لتعرف أكثر. نائب وزير الخارجية الأمريكي كيرت كامبل يتهم بكين برفض مناشدات الولايات المتحدة باتخاذ إجراء دولي مشترك ضد هجمات الحوثيين على الشحن الدولي. كامبل قال إن الصين شجعت الجماعة على مهاجمة سفن دول أخرى بدلاً عن سفنها، وكان ردها غير مفيد للغاية، ما يثير الشكوك حول التزامها بالتعاون العالمي. تمتلك البحرية الصينية قاعدة عسكرية في جيبوتي بداخلها 4000 شخص، وتستعين بها لدعم الإمدادات العسكرية في خليج عدن، وتضم مدرج هبوط وبرج مراقبة جوية. يرى الأمريكيون أن القيادة الصينية اتخذت قراراً بالابتعاد عن المستنقع الذي تغرق فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها، ما سيجعلهم أقل قدرة على إعاقة الطموحات الصينية في آسيا وأفريقيا.